خير على جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام، معاكم كابتن ندى مدحت من جيم الاهلي فرع الجزيره. النهارده هنتكلم على تمارين بسيطه جدا، هنشتغل كارديو. الكارديو ده هنشتغله الصبح، في نص اليوم، في اخر اليوم، المهم نشتغل تمارين بسيطه ونحاول نحرق بدل ما ناخد سابلمنت او نشتغل بحاجات خارجيه. لا، نحرق يعني بحاجه ناتشرال اكتر. هنشتغل باول تمرين، هثبت ايدي الاثنين فوق وهشتغل اب ني 1. هنا هشتغل رايت ليفت الاثنين عدة واحدة بس، تين اب تو ثري فور، اهم حاجة بتنفس كويس، فايف سيكس سبن ايت. ده كان اول تمرين، بشتغل المجموعة بتاعتي 8 عدات زي ما اتفقنا، رايت ليفت هي عدة واحدة، بشتغل في 5 مجاميع لو حد بيجنر، ممكن نعلي شوية لو هنشتغل 10 عدات في 5 مجاميع لو حد ادفانس شوية. تاني تمرين هاخد خطوة اوسع شوية باتساع حوضي، هنزل داون عند مشط رجلي وهطلع اب على المشط، تاني 1 2 3 4 نفس، 5 6 7 8. ده كان تاني تمرين. اهم حاجة وانا شغالة بطلع على المشط، انا ركبتي الاتنين سفت، حاجة بسيطة، ما بطلعش شدة رجلي على الاخر، وايديا الاتنين وانا طالعة مش بفردها على الاخر، وتحت وانا نازلة بلمس اقصى بوينت اقدر المسها، مش لازم المس مشط رجلي، ممكن اوصل لحد هنا، ده عادي جدا. اهم حاجه باخد نفس، بعد ما بخلص اشتغل مارش في مكاني، ظبط نفسي 5 عدات، تاني تمرين وانا واقفه هشتغل رايت ليفت جامبن جاكس، هي 5 4 3 2 1 ستوب. ده لو بيجنر، ادفانس شويه هنشتغل بالجامب بس، ده لو ادفانس عشان ركبنا ما نشتغلش ونحمل على الجوينت بتاعتنا قوي. ده كان تالت تمرين. رابع تمرين وانا شغاله، انا ممكن اخلي ركبتي الاثنين سافت وليه الاثنين قدام، هاخد خطوه لورا وارجع تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 10. وانا شغاله ركبتي الاثنين سافت، ايديا ثابته او ممكن احركها فرونت وارجع تاني 3 4 5 6 نفس 7 8. هنا عملنا التمرين بشكلين، مره وانا ثابته ومره وانا بحرك ايديا. انا كده شغاله كارديو فول بادي، مش بشتغل ايد بس ولا رجل بس، شغاله فول بادي. زي ما اتفقنا ان التمارين دي بتساعد على الحرق خارج عن السبلمنت او حاجه هي ناتشرال شويه. ممكن ناخد شكل كمان، رجليا الاثنين واسعين، واثبت ايدي هنا واشتغل رايت ليفت، برضو هلمس اقصى بوينت اقدر المسها. طيب دي كانت تمارين الكارديو زي ما اتفقنا، هنشتغلها الصبح، هنشتغلها في نص اليوم، اشتغلها قبل ما ننام. ودي كانت تمارين بسيطه، اتمنى تكونوا استفدتوا. كان معاكم كابتن ندى، اشوفكم في حلقه جديده.